فلسطين. لا أعلم أرضا مغصوبة ادعى مختصبها أنها أعطيت له من الله إلا أرض فلسطين، ولا قضية تمليك أودعت وثائقها في كتاب مقدس إلا فلسطين، ولا قضية تمليك تمت في المنام والرؤى والأحلام إلا قضية فلسطين، ولا قضية تمليك تبيح باسم الله طرد المالك وقتل المدافع إلا قضية فلسطين. أحدثكم اليوم عن فلسطين، أرض السلام التي لم ترى يوماً سلاماً.